السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده اول يوم لينا في دورة تعلم الكروشيه للمبتدئين. زي ما قلنا، ها جهزتوا ابرتكم. احنا قلنا ابره مقاس 4 او 5 او 6، المقاس الكبير. مادام انتي مبتدئه يبقى تستخدمي المقاس الكبير. وقلنا على نوع الخيط مدحت الجميل، والنوع التاني كان اسمه ايه؟ سبرينج. وده نوع خيط تالت على فكرة اسمه بونتي، تالي اسمه بونتي. النوع ده برضو حلو قوي ويمشي مع الابر التخينة. يعني الخيط اصلا سميك وبيدي غرزة حلوة، يعني بتبقى واضحة وشغلها نظيف. يلا بينا نبدأ. النهاردة هنتعلم السلسلة، ودي اول 3 غرز سهلين في الكروشيه: السلسلة، غرزة السلسلة، وغرزة المنزلقة، وغرزة الحشو. يلا بينا نجهز ابرتنا، نجهز خيطنا، ونبدأ مع بعض نتعلم. اول حاجة هنعملها هنعمل غرزة البداية. غرزة البداية بنعملها ازاي؟ بندخل الخيط كده اهو، نربط الخيط بس كده اهي، وبعدين بندخل الابرة بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين، ونبدأ نشتغل الشغل بتاعنا. هنعمل ازاي؟ هنسحب الخيط كده، شايفين كده، وندخل في الغرزة بتاعتنا. ادي اول غرزة في السلسلة، دي اسمها غرزة اهي. تاني غرزة في السلسلة نفس الحكاية، هنسحب كده بالسنارة كده بتاعت الابرة اهي كده. دي كده السلسلة، شايفين سهلة ازاي؟ بنفضل نسحب بالخيط كده. طيب ادي دي كده غرزة السلسلة، دي اللي بنبدأ بيها اي شغل بنعمله. لازم نعمل غرزة السلسلة دي اهي، بتبقى بالشكل ده. طيب عايزين نعمل غرزة الحشو. غرزة الحشو ازاي؟ احنا هنسيب هنا ادي الخيط هنا، وهنسيب اول غرزة بعديه، ونيجي في الغرزة اللي بعديها هندخل الابرة بتاعتنا كده شايفين، ونسحب الخيط بالسنارة بتاعتها كده اهو. بقول الاتنين كده، نسحب الخيط في الاتنين اهو كده. دي كده اسمها غرزة حشو. تاني الغرزة اللي بعديها اهي، هندخل الابرة كده ونشد الخيط، هيبقى عندنا الخيطين كده، ونسحب الخيط، ندخل الابرة هنا ونسحب الخيط، وادي الاتنين، ونسحب الخيط في الاتنين كده اهي شايفين. ادي شكل غرزة الحشو بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين كده. ونمشي بنفس الطريقة، ندخل الابرة كده اهو، ونسحب الخيط، ندخل الابرة ونسحب الخيط، ندخل الابرة ونسحب الخيط. طيب لو احنا عايزين نعمل غرزة منزلقة، الغرزة المنزلقة هي زي غرزة الحشو، بس بتختلف عنها في ايه؟ تختلف عنها ان احنا بناخد الغرزة في الغرزة اللي بعديها اهو. بصوا معايا كده، هنرجع كده بالشغل بتاعنا هنا كده، هنرجع على الغرز اللي احنا عملناها، غرز الحشو دي. هنيجي اهي، ادي اول غرزة حشو عندنا. هنعمل ايه؟ هندخل الابرة كده تمام، ونسحب الخيط، بس بدل ما نسحب الخيط من هنا كده فيها، لا، هنسحب الخيط اللي احنا سحبناه ده هندخله كده اهو. تاني بندخل الابرة كده ونسحب الخيط، وبعدين هندخله هنا كده في الغرزة اللي قبلها. دي يعني دي بنقول عليها غرزة بنقفل بيها، يعني بنقفل بيها الشغل بتاعنا، اسمها الغرزة المنزلقة اهي كده اهي. بنسحبها وبعدين هنقفلها في اللي قبلها. تاني ندخل ونسحب ونقفلها في اللي قبلها
ندخل كده اهي، نسحب الخيط ونقفلها في اللي قبلها. تاني ندخل ونسحب الخيط ونقفلها في اللي قبلها، ندخل ونسحب الخيط ونقفلها في اللي قبلها. ادي شكل الغرز بتاعتي، اول حاجة السلسلة وبعدين غرزة الحشو وبعدين غرزة المنزلقة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، وتعلمنا مع بعض ازاي نعمل السلسلة وازاي نعمل غرزة الحشو وازاي نعمل الغرزة المنزلقة. قابلكم ان شاء الله في الفيديو الجاي خلال الاسبوع ده، ان شاء الله هيكون فيديوهين في الاسبوع مع دورة تعلم الكروشيه للمبتدئين. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وافادكم، ولو عندكم اي استفسار اكتبهولي في الكومنت تحت وان شاء الله هرد عليكم في نفس اليوم. قابلكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.